هل تعتقد أن وظيفة الكلى إخراج البول فقط؟ تعالوا نشوف. التخلص من السموم زي اليوريا والبولينة وغيرها من أهم وظائف الكلى فعلا، واللي بتخرج عن طريق البول اللي معدله الطبيعي من 1-2 لتر يوميا، لكن ليها وظائف تانية زي المحافظة على توازن السوائل في الجسم. كمان من الوظائف المهمة تنظيم ضغط الدم، تصنيع هرمون الإريثروبويتين اللي بيستخدم في إنتاج كرات الدم الحمراء. من الوظائف المهمة كمان تصحيح مستوى الأملاح المتأينة زي الصوديوم، البوتاسيوم وتأثيره في نشاط القلب، المغنيسيوم وتأثيره على العضلات والأعصاب، الكالسيوم وتأثيره في بناء العظام، الكلورايد ودوره في تحفيز حامض المعدة، الفوسفور والأنسجة والخلايا. الوظائف المهمة تنظيم مستوى البي اتش، فإذا الحموضة زادت جدا الكلية بتعمل على إعادة امتصاص بيكربونات الصوديوم والاحتفاظ بيها وترجع البي اتش للوضع الطبيعي، والعكس تماما إذا زادت القلوية ترجع البي اتش للوضع الطبيعي.